عايز اروح لمنتخب مصر. عمر كمال عبد الواحد يعني بيبقى من الصعب ان لعيب بره الاهلي والزمالك انه ينضم، لكن وانت بره النادي الاهلي انت انضميت قبل كده لمنتخب مصر، تألقت. اول مشاركه ليك كانت كاس العرب، تمام، كان مع مستر كيروش، تمام، صح؟ تمام. كلمنا عن الفتره دي وانضمامك لمنتخب مصر. الفتره دي انا كنت بلعب طرف يمين عادي في فيوتشر. حصل مكالمه من حد في جهاز المنتخب، كلم كابتن عبد الظاهر السقا، قال له احنا عايزين باك رايت، احنا جايين نتفرج على الباك رايت عندكم في فيوتشر. لقيت كابتن علي ما في التمرين بيلعبني باك رايت قبل الماتش بتاع شرقيه الدخان، وانت بتلعب وينج رايت، فانا في التقسيمه ايه الحكايه؟ قلت مش مشكله عادي. ف لقيته في المحاضره ما قاليش باي حاجه، لقيته قبل الماتش بيوم هو كابتن محمد عبد الكريم، انت بكره هتلعب باك رايت. كابتن ما عندنا باك رايت، هتلعب باك رايت بكره. طيب ماشي، لعبت باك رايت، ولعبت باك رايت وجبت جول كمان من احلى الاجوان في حياتي، جول الشرقيه الدخان ده. خلصت، جه كيروش، مستر كيروش كان بيتفرج على الماتش ده. خلصت الماتش، روحت تاني يوم كان عندنا تمرين، ببص لقيت القايمه مبعوته لي على الواتساب، ان انا في القايمه بتاعت معسكر كاس العرب من ماتش واحد. من ساعتها بقى الحمد لله ربنا كرم، وفضلت مع المنتخب لحد كاس الامم الاخير ده الحمد لله. وقتها كان الجهاز مستر كيروش، مستر كيروش كان، وكان كابتن عصام الحضري، وكابتن محمد شوقي، كابتن وكابتن ضياء عبد الصمد، كابتن ضياء عبد السيد طبعا حبيبي ده، يعني من الناس اللي ليها فضل عليا، هو فعلا بيتعامل معايا من اب لابنه يعني، وكان على طول بيتكلم معايا، وعلى طول حتى زي بابا كده لما بيكون مثلا عامل حاجه بقدم كويسه لك نصايح دايما. لا بس ما كانش بيقول لي بقى الايجابيات برضه، برضه والله كان بيقول لي الحاجات السلبيات عشان اتصلح، عشان ابقى كويس، وبقى انه هو بيبقى عارف ان انا عامل حاجه كويسه بس ما يقوليش الحاجات الكويسه.